وزير الهجرة عبر عن قلقه لما تتعرض له مدينة الفلوجة من حصار جار، لكنه في الوقت ذاته قال إن وزارته غير مسؤولة عن أوضاع سكانها الذين لم ينزحوا عن المدينة. دولة نحن قلقون على مصير أي مواطن يتعرض للجوع ولهذه، ولكن كإجراء معني به وزارة الهجرة نحن معنيين كباقي الوزارات الأخرى، لأن حال مدينة سليمانية أو البصرة هم مواطنين لم يدخلوا فئات عناية وزارة الهجرة، يعني لم يصبحوا نازحين حتى تكون المسؤولية الأولى علينا. الآن هم محاصرين، نحن في قانون وزارة الهجرة لا توجد لدينا فئات محاصرة، هناك فئات تترك بيوتها.